اليوم في المغرب حنا كنخرجوا بمناسبتين، دايرين التضامن مع الشعب الفلسطيني بمناسبه اليوم الاممي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، واليوم هو اليوم الوطني الاحتجاجي الثالث ديال الجبهه ضد التطبيع. نرفض التطبيع مع الكيان الصهيوني، وتنقولوا للعالم على ان الكيان الصهيوني يمكن يستقطب الانظمه ولكن ما يمكنش يستقطب الشعوب. الشعوب مستمره في دعم المظلوم، والمظلوم في الحاله ديالنا هو الشعب اللي تحت الاحتلال اللي هو فلسطين. كممثلين كقوى حية مغربية تمثل مختلف أطياف الشعب المغربي، لنعبر عن إدانتنا للتطبيع، التطبيع السياسي، والمسار اللي مشى فيه النظام هو التطبيع العسكري. لا نستسلم لقمعكم، فلسطين ستبقى مبنيون على النضال حتى اسقاط اتفاقية العار، اتفاقية الخيانة.